حاتم بن الفقيه اديرون في لاصال باساج فيتنس. المشكل اللي واقع هنايا هو ان دابا هاد لاصال هادي حنا فيها مش حال هادي كتبدل السميه ديالها ثلاثه المرات ولا اربعه المرات. اخر مره كاينه دابا هاد السميه سميتها باساج فيتنس، هادي واحد السيمانه كنتفاجئوا بان هاد الناس هادو بداو كيحيدوا السميات ديالهم ديال ولا اللوغو ديالهم ديال لاصال اللي كاينين لداخل. كنتفاجئوا بان ما بقاش بزاف ديال الحوايج، اربعه ولا خمسه ديال لي كوتش البارح صيفطوهم حولوهم لكازا. دونك طلبنا اجتماع مع هذا السيد هذا على اساس انه باش يوضح لنا اشنو واقع. السيد بطبيعه الحال رفض، كندير معنا موعد ورفض وما بغاش يجي. دونك هنا لي زاديغون كاملين عارفين هذه المساله هذه، عارفين بان كل عام ولا عام ونص كيديروا لنا نفس المساله اللي هي انهم كيسدوا وكيبيعوا لاصال وكيعاود يجيو يحلوها بسميه اخرى ولا بشكل اخر. اشخاص سميات يعني كاين وحدين كاينين وحدين كيتبدلوا. دونك سيتا الناس كيدوروا. دابا تفاجئنا بان كاينه واحد السميه اخرى اون فرونشيز اخرى غتاخذ هذا لاصال. حنا كدي زاديغون ما معلومين ما قايلين لنا حتى شي حاجه، حيدوا لي لوغو حيدوا كل شيء. دونك دليل على انهم غادي يعاود يسدوا مره اخرى. طلبنا اجتماع مع المسؤولين، عندنا معاهم اليوم مع الربعه، ما جا حتى شي واحد، ما جاوبناش في التليفون، قال لنا ما مساليش. اذا هنا جاوا كاع لي زاديغون اللي كتشوف هنايا، لا صدر فيها اكثر من 1000 ديال لي زاديغون، كيصافي واحد 4 مليون ديال الدرهم اللي كيدوروا هاد الناس في العام. حنا بغينا نعرفوا يجيو عندنا يقولوا لنا اشنو كاين، لان اونونا ماغ ان الناس يديو لنا رزقنا، هذا الشيء اللي كاين. كل ما كاين في الامر ان المساله كاينه نزيله. أنا السيد اللي عنده حنا هنا في لاصال سمعناه بأنه باع، داكور حنا سمعنا، طلبنا منه توضيح باش يجي عندنا ويجلس معنا، لأن حد الآن مازال كيتخلص من هاد الناس. شناهوما الحيتيات اللي كاينه؟ وهو أن حيد بعدا الباساج فيتنس، يعني داك لونسين ما بقاش، صيفط الناس دي ديميسيون ديالهم لي كوتش اللي كانوا معنا، وسد عندنا لاصال السبت والحد، وسمعنا بأن مازال غادي يسد لاصال. وهاد المسألة ماشي أول مرة كتكرر، غادي تكرر سنوات. فيما كيجمع الفلوس بحكم النصب والاحتيال ديالو كيسد لاصال وكيبيع لواحد آخر، كيدوزو دي كوتيزاسيون. ألوغ دابا حنا طلبنا منه لقاء توضيحي باش يعطينا أشنو واقع وضمننا الحقوق ديالنا، ما جاش. عيطنا على السيد الباشا باش نبلغوه بأن راه كاينة وقفة احتجاجية، صيفط لنا السيد القائد والدرك الملكي ياك، شافوا المعاينة ولقاو بان كل شيء راه تحيد. دابا حنا كنطلبوا من هذا السيد، هذا المسؤول، الا كان باع يقول لنا راه بعت ويفسر لنا. حنا طالبين منه استفسار ديال الوضعيه ديالنا حنا ديال 1250 واحد، اشنا هي المآل ديالها؟ واش غادي تستمر ولا ما غاتستمرش؟ واش لاصال غادي تسد ولا ما غاتسدش؟ الا سدت لاصال فين غادي نمشيو حنا نترينيو؟ الا ما سدتش لاصال واش هذاك السيد اللي غادي يطلب منا تعويضات اخرى وغادي يطلب منا فلوس اخرين ولا لا؟ هذا الشيء اللي كنطلبوا. واش ما كتشوفوش ان هذا اللبس هذا واش هو انه تهرب من الضريبه؟ أنا لا أدري، لم يمكنش لي تجذب أن هذا مسألة الضريبة، ولكن حنا كنطلبوا من السلطات المختصة باش تدخل باش تعرف هذه المسألة هذه. واش كاين ديكلاراسيون ديال الناس في لا سينيسيس؟ لا سيما أنه صيفط دي ديكلاراسيون للناس على أساس أنهم إلا ما التحقوش به الدار البيضاء راه غادي يدير لهم ديميسيون، وفعلا شي واحدين راه دار لهم ديميسيون اللي ما قدوش يلتحقوا لأنهم عندهم عائلات. ولا ما كانش ديكلاري سينيسيس راه كاينه السلطات، حنا كنطلبوا من السلطات المسؤولة باش تدخل باش تشوف هذه المساله، لان ما نقدوش نلزمو نقولوا واش ديكلاغ ولا ما ديكلاغ، هذا الشيء ماشي من الاختصاص ديالنا. ولكن حنا اللي كنطالبوا به وهو ان يعطينا توضيح ديال الوضعيه ديالنا حنا والمآل ديال هاد الناس المخالطين ديال 1250 واحد، لان لحد الان مازال الناس كتسجل ومازال كياخذ عند الناس الفلوس وهو راه بيع. هذا بالنسبه لي انا نصب واحتيال. لذلك حنايا دابا الان راه حنا بلغنا السلطات العموميه بان راه كاينه وقفه احتجاجيه، وراه عندنا هذا موعد باش ناخذوا يعني باش غادي نديروا مذكره احتجاجيه وغادي نتقدموا بها للسيد وكيل الملك ديال عماله بن سليمان، وغادي نتسناو من السلطات الحكوميه والامنيه اللي غادي تاخذ الاجراءات القضائيه. غادي نرفعوا دعوه قضائيه ابتداء من يوم الجمعه باش نشوفوا باش يتحيد هذا اللبس هذا، والناس المسؤولين يجيو عندنا ويفتحوا معنا حوار. الا ما فتحوش معنا حوار حنا غادي نستمروا في الاحتجاج.